اليوم هو الجزء الثالث من سلسلة الربح عبر الإنترنت، بعدما شفنا في الجزء الأول كيفية إنشاء موقع خاص بنا، وفي الجزء الثاني شفنا كيفية إنشاء أو دمج الموقع الخاص بنا مع شركة عالمية. اليوم غادي يكون الجزء الثالث والأكثر أهمية، حيث أننا غادي نتعلمو تقنية كيف أننا غادي ندمجو موقع عالمي مع الموقع ديالنا، وبالتالي أن الزيارات ديال هذاك الموقع العالمي غادي تصب على الموقع ديالنا بصفة غير مباشرة. باش تعلموا هذه التقنية ما عليكم غير أنكم تشاهدوا الفيديو من أوله إلى آخره. إذا الموقع العالمي اللي غادي نقترح عليكم اليوم هو Pinterest.com، وباش تكونوا على علم بعدد الزيارات الشهرية لهذا الموقع، معنينا غير أننا نزوروا الإكستنسون ديالنا كالعادة سيميلر ويب، واللي غادي تعطينا باللي الزيارات الشهرية كتقدر توصل ل 1,260,000,000. إذا تخيلوا معي أن عدد هذه الزيارات يكون موجه بصفة غير مباشرة للموقع ديالكم. باش تم هذه العملية ولا هذه التقنية غادي نديرو المراحل الآتية، ما عليكم غير أنكم تتبعوا معايا مرحلة بمرحلة. إذا ما علينا غير نشؤوا الحساب ديالنا كما العادة، غنكليكيو على البوتون سانسكريب. هنا غادي يقولوا لنا ندخلوا الايميل ديالنا، كما كتعرفوا الايميل ديالنا هو سويتش ديجيتال، سويتش ديروا مود باس باش نبقاو عاقلين عليه. كنتسناو بعض الثواني، بعد غادي يكريو لينا او غينشئو لينا الحساب في البينتريست. ما علينا الان الا اننا نتبعو المراحل، والمراحل هي كالتالي. هنا موقع بينتريست كيربح بكم، بيانفوني سوغ بينتريست بالاسم ديالكم، ما عليكم ديرو سويفون. هنا كيعطيكم بعض المعطيات خاصكم تعمروها باش يزيد يتعرف عليكم، وهنا كيقترح عليكم بعض المواضيع اللي تقدروا انكم تحصلوا على الصور من خلالها. كما كنعرفوا ان بينتريست كيخدم فقط على الصور او الاعلانات المصوره، ما كاينش مقالات، ما كاينش دي ستاتيو. هنا دي ستاتيو سميتهم دي بين باللغه الانجليزيه و ايبانغلي باللغه الفرنسيه، وكاين لي طابلو لي مول البرود كنديروا فيهم الصور، كيكون على شكل جدول وفيه عده صور. اذا هادو هما الوسائل او الصنفين ديال الوسائل اللي نقدروا اننا نبوبليو بهم في بينتريست، يا اما بين يا اما برود، طابلو فيه بزاف ديال الصور او صوره فرد على شكل فردي. المهم حنا نختاروا اي موضوع من بعد ونحددوا الجروبات اللي غادي نقدروا اننا اللي حنا مهتمين بهم. وبطبيعه الحال على حسب سويتش ديجيتال، حنا مهتمين دائما اي حاجه عندها علاقه بالتجاره الالكترونيه. في هذه المرحله كيكون الحساب ديالنا انشئ، وما علينا دابا غير اننا ندمجوا الموقع ديالنا مع هذا الحساب ديال بينتريست. اذا خاصنا نمشيو ل بارامتر او لا سيتيم باللغه الانجليزيه. ما علينا هنا غير اننا نديرو بعض التعديلات، شوازير اون فوتو، نديرو اون فوتو كتعبر على شي حاجه ديال الماركتينغ. كما سبق لينا درنا حنا في هاد الصوره فيها البيتكوين، بعض العملات الالكترونيه. معنينا غير اننا نتسناو بعض الثواني، من بعد كتحمل الصوره وكتولي هي الصوره ديال الحساب ديالنا
في بينترست. كما كتلاحظوا معايا هاي الصورة اللي حملنا، ما علينا الآن أي أننا نكملوا إدخال المعلومات. هنا الاسم واللقب، هنا لو نو ديتيزاتور، حنا نحافظوا على نو ديتيزاتور سويتش ديجيتال كما العادة. بارلينو ان بو دو فوز ايسي، يعني هنا ديسكريبسيون، ديسكريبشن ديال المنتج او الموضوع اللي نتوما باغين تدمجوه مع هذا الحساب بينتريست. حنايا دائما كنستخدموا ادوات اللي كتخلينا نروجوا المنتجات او اننا نربحوا المال. دائما نستعملوا ديك الجمله اللي كنستعملوا دائما، هي ميك موني برودكت. لكن نتوما طبيعة الحال من تكونوا جالسين اختاروا شي تعريف كيف يقدر يفهموا اي زائر ويستوعب به المضمون ديال هذا الحساب ديالكم او الموقع ديالكم. ما كيبقى لنا الان غير اننا ندخلوا الموقع ديال البلوك ديالنا، اي اليو ار ال. كيفاش نعرفوا هذا اليو ار ال؟ كما العاده كنديروا افيشي بلوك، كيخرج لنا نيشان في البلوك ديالنا، نديرو كوبي كولي لهاد اليغال ديال الموقع ديالنا. هنا كيطلب منك اللوكاليزاسيون او المكان اللي انت فيه، مثلا غابة. في هاد الاثناء ما كيبقى علينا غير اننا نديرو تيرميني، كيقولنا بروفيل انريجستري، يعني تم تسجيل المعلومات اللي ادرجناها. هنا غنكليكيو في الخانة الثانية واللي هنا كتعطينا الإمكانية أننا ندمجو الموقع ديالنا بصفة مباشرة مع بينترست، خاصنا غير نموديفيو هنا، علينا غير نعدلو في هاد الإعدادات هنا. طبيعة الحال حنايا قلنا بلي اللغة اللي كيفهمها الموقع هي ال HTML إضافة إلى لغات أخرى. إذا بالنسبة لنا أننا غادي نختارو هاد الإختيار الأول، نديرو كونتينيو. هنا غنديرو الموقع البلوك ديالنا اللي هو وفاليد. هنا كيقولوا لي الموقع ديالي اون كور دو فيريفيكاسيون، يعني غيتم التاكد من هذا الموقع ديالي وغيردوا عليا من بعد باش يتم الدمج المباشر مع هذا الحساب ديال بينتريست باذن الله. اذا باش نتاكدوا ان الموقع ديالنا تم دمجه مع هذا الحساب، علينا غير نكليكيو على الايقونه ديال الحساب ديالنا، وتلاحظوا معايا ان الموقع ديالنا هو التالي وتم دمجه مع الحساب ديال بينتريست. اذا كتبقى لنا مرحله اخيره، هي اننا نديرو كوبي كولي لهذاك الكود اللي غادي نزيدوه في الموقع الاصلي ديالنا. نجيو للموقع الاصلي اللي هو هذا، كنا كرييناه سميتو ديجيتال ماركتينغ استودي. نجيو كما العاده من كنبغيو نزيدو شي كود كنمشيو تيم، نديرو بيرسوناليزي، نختارو موديفي لو كود HTML. كما المره الفارطه كنا شفنا اننا زدنا الكود ديال الاعلانات، هنا بنفس الطريقه غادي نزيدو الكود ديال البينتريست او حساب البينتريست. ما علينا دابا غير نديرو انريجستري، نتسناو تريتمون ديال البلوك ديالنا، تيعطينا علامة ميزاجور افكتويي. اذا حنا هنا غادي نمشيو نديرو اكتواليزي البلوك ديالنا او الموقع ديالنا، وتمت العملية بنجاح. إذا لحد الآن نجحنا في دمج حساب بينترست ديالنا مع موقع البلوغر أو الموقع الخاص بنا. كيبقى لنا حاجة واحدة، هو أننا حنا دمجنا بينترست مع البلوغر، ولكن ما دمجناش لي زارتيكل أو المقالات ديال هذاك الموقع ديالنا بصفة كلية في البينترست. خاصنا نستعملو واحد الوسيلة اللي سميتها developerpinterest.com. دابا نخلي لكم الموقع ديالها في صندوق الوصف بطبيعه الحال. شنو الدور ديال هاد developers.pinterest؟ هي انها كتخلي المقالات ديالنا معروفه بالنسبه للبينتريست، واي زائر دار ريسيرش على شي موضوع ما عنده علاقه بالديجيتال ماركتينغ كتكون الصفحات ديال المقالات ديالنا
من المرشحات أنها تخرج ليه حيث تولي في قاعدة بيانات البنترست. إذا باش تتم هذه العملية خاصنا نمشيو للبلوك ديالنا كما العادة، قلنا باش نمشيو البلوك ديالنا الافيشي وكنديرو افيشي بلوك وكندخلو لجميع المقالات. كنفترض انكم انشأتوا 10 مقالات للموقع ديالكم، انا عندي غير اكزامبل ديال مقالة واحدة نوريكم كيفاش انكم تدمجوا هاد المقالات ديالكم مع الحساب بنترست او مع قاعدة بيانات بنترست. دونك نديرو ليغ لا سويت، من كنديرو ليغ لا سويت كنمشيو ديريكتومون لهاد المقالة ديالنا. اذا الى شفنا هنا كنشوفو الموقع ديال المقالة ديالنا او اليورال ديال المقالة ديالنا، كنديرو ليه كوبي وكنمشيو لهداك لو سيت ديال developers.pinterest، نديرو كولي اليورال ديال الصفحة ديالنا او ديال المقالة ديالنا وكنديرو فاليديت. كنتسناو بعض الثواني وغادي يخرج لينا هنا باللي هو دمجها مع قاعدة بيانات بنترست. طبيعة الحال حيت الموقع ديالنا ديجا كاين في بنترست، اذا بكل سهولة المقالات ديالو غادي يدخلوا في بنترست. اذا خطوة بخطوة كندخلوا القناة المقالات ديالنا في هذا السيت وكنديروا اشاك فو فاليديت 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 حتى كنكملوا 10 المقالات ديالنا باش تندمج في قاعدة بيانات بنترست، وبالتالي زوار بنترست غادي يكونوا عندهم اكسي مباشر للمقالات ديالنا، طبعا الى قلبوا على ديجيتال ماركتينغ. كما سبق لينا قلنا بلي في بنترست عندنا جوج الوسائل باش نبوبليو لي دوني ولا لي فوتو، ان يا اما نديرو كريي بين يعني ايبانغلي او كريي بروت. دابا غادي نكرييو نوعين بجوج باش نتعرفوا عليهم باش تستأنسوا العمل بنترست من تنشئوا الحساب الخاص بكم. اذا ما علينا الان غير اننا نكليكيو على اكوي او لا هوم بيج على حسب اللغه، وهنا نقلبوا على اول حاجه على لي جروب اللي كيهضروا على ديجيتال ماركتينغ. هنا كيطلعوا لينا بزاف لي لوغو الالستراسيون استراتيجي ديزاين، ما عليكم غير تدخلوا لاي جروب وتبداو ديروا انريجستري لهذوك لي زيماج. هنايا هاد لي جروب لي بروبوزاو علينا كيكونوا العدد الزوار ديالهم تصاعدي او هما ليدرز في بنترست. ما علينا غير اننا نديرو انريجستري للصور اللي عندها علاقه بالمضمون ديالنا وهي كتولي عندنا في الحساب ديال بنترست. ولا دخلتوا الصوره وتاكدتوا يمكن لكم انكم تابوناو في جروب معين اللي هناك لاحظوا باللي كاين فيه عدد لي زابوني او المشتركين 1,500,000 مشترك، يعني هذا مناسب لنا. دونك نديرو فيه سابوني باش الا حطينا او لا انريجسترينا لي فوتو ديالو عندنا في الحساب بنترست كيوليو الزوار ديالو بطريقه غير مباشره يقدروا يشوفوا الصور ديالنا ويتحول الصبيب ديال هذا الموقع او هذا الجروب للحساب بنترست ديالنا وبالتالي البلوك ديالنا. باش نكرييو دي بين ما علينا غير اننا نكليكيو على البلوس هنا، هنا كيقترح علينا الاختيارات اللي كاينه كما قلت بين ولا طابلو. بين الى كرييتيو بين يعني غير فوتو وحده وكذيك الفوتو تقدروا تدمجوا معها رابط الافيليي ديالكم وشي ديسكريبسيون صغيره كما الحال فاش كنا خدمنا في الفليكر. دونك نقدروا اننا ناخذ هذه الصوره نقولو make money products، وهنا ما علينا غير اننا نديرو كوبي كولي الرابط الافيلي ديالنا كما عادة نعتبرو الرابط الافيلي ديالنا هو جوجل وكديرو انريجستري.
ولا كنتو في مواقف جروبات معينة يقولكم واش تانجستريو في هادوك لي جروب او انكم تانفواي ليهم ولا ترسلوا ليهم هاد الصورة، وبالتالي تولي عندكم حظوظ اكتر باش تكون الزيارة بصفة مباشرة هاد المرة ماشي غير مباشرة. دونك انفواي صافي، كتشوفوا معايا ان هنايا عندنا الصورة. كنقترح عليكم اليوم واحد الموقع سميتو بيكسل، وهاد الموقع كيعطيكم صور ذات جودة عالية وكيكون بدون حقوق نشر، يعني تقدروا تهزوا اي صورة بيكسلز بدون متابعة قانونية. ها هو الموقع، دابا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف بطبيعة الحال كما العادة. وهنا تقدروا تكتبوا اي حاجة، اي موضوع باش تقلبوا عليه، وغادي تشوفوا بلي غادي يخرجوا لكم صور جودة عالية. كيما شفتوا معايا، صدق لي انني استعملت هذه الصورة، كما راكم عارفين استعملت هذه الصورة الى اخره. الطريقة الثانية هي اننا نكريو طابلو. طابلو هنا كتختاروا ليه دائما الاسم، وهنا كيقترح عليكم هو الصور اللي باغين تانجستريو فيه. بطبيعة الحال هنا ملي كتانجستريو هاد الصور كيكونوا صور محطوطين في دي جروب اللي هما عندهم زيارات عالية، يعني كنصحكم انكم تختاروا منهم بزاف ديال الصور حتى تطلع عندهم نوتيفيكاسيون ويقدروا انهم يدخلوا بطريقة غير مباشرة عندكم للحساب. وبالتالي نتوما فين يدخلوا عندكم الناس الحساب خاصكم تكونوا موجودين صور مع رابط الافي ديالكم، وهذا نوع من الترويج غير المباشر للصور ديالكم. دونك نديروا بزاف ديال اونجستري في الديجيتال ماركتينغ، وباش نتوما تربحوا زيارات هائله بدات كم هائل، ما عليكم غير انكم كل يوم ديروا مثلا 5 ديال الصور، 4 ديال الصور، وتانجستريو عندكم 10 ديال الصور، وتكرييو بزاف ديال لي طابلو الى اخره. لحد الان شفنا ان كيفيه انشاء الموقع، كيفيه دمج شركه عالميه مع الموقع ديالنا، كيفيه دمج الموقع عالمي مع الموقع الاصلي ديالنا اللي هو موقع بسيط. الان بقى لنا غير اننا ندمجوا مصدر صور عالمي باش يكونوا عندنا صور ذات مصدر مباشر، حيت في بنترست ملي كندخلوا لي جروب كنت اونجستراو فيهم تيكون عندنا مصدر غير مباشر للصور، هما ديجا هذوك الصور ملكيه ديال هذوك لي جروب. انما الان غادي يكون عندنا مصدر مباشر، وغادي تتبعوا معايا لي زيتاب ساهلين جدا. هاد المراحل غادي نكتشفوهم في الفيديو المقبل، اي الجزء الرابع. كنتمنى اليوم ان الفكره تكون وصلتكم، وما عليكم غير انكم تتبعوا المراحل مرحله بمرحله واللي شفناهم من اول الفيديو الى اخره. واذا كان عندكم تساؤلات ما تبخلوش علينا بالتعاليق، وما عليكم غير انكم تكونوا في الموعد في الفيديو المقبل باش نكملوا الجزء الرابع من هذا العملية اللي تخلينا أننا نروج لروابط الأفلييت أو روابط المنتجات ديالنا، وبالتالي نحصل على عمولات مباشرة للحساب ديالنا. ما تنسوش سبسكرايب ولايك، ودمتم سالمين.